وصلنا ما يقرب من حوالي 22,000 طلب. طبعا احنا استجبنا ل 5,500 طلب. ايضا الحجاج المشرفين لدينا بيكونوا موجودين من خلال اختبارات منظمه ومؤكده فيها من النزاهه والشفافيه، اللي بتتيح فرصه لكل مشرف يكون من الكفاءه الكافيه انه يمثل اسم مصر في الخارج، وانه ايضا يكون يقدر يبقى يدير بكفاءه وجوده للساده الحجاج هناك. الساده والسيدات الحجاج، لكم منا كل التقدير والاحترام. الدولة المصرية بذلت كل الجهد علشان تيسر لكم مناسك الحج إن شاء الله في السفر والعودة والإقامة هناك. الدولة بتيسر كل إمكانياتها لصالحكم. الدولة المصرية إن شاء الله معاكم في كل مكان أنتم فيه لغاية لما ترجعوا لنا بالسلامة. عدد الحجاج كله 45,000 حاج، 35,000 مصري، و 3,000 فلسطيني، و 7,400 من دولة مالي في بامكو. النهارده أول حجاج على المدينة، أربع رحلات طالعين المدينة النهارده ورحلتين لجدة. معالي الوزير دي احتفالية بتتعمل كل عام، بيحضرها معالي وزير الطيران، والنهارده معالي وزيرة التضامن حضروا النهارده، وتم توزيع جوائز للحجاج وتوديعهم. ده بيحصل كل عام، توديع الحجاج في أول رحلة.